بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بكم في حلقه جديده من حلقات ستيتد كليرلي. النهارده هنتكلم على التطور وفيروس كورونا. زي ما بنشوف، هنالاول قبل ما نبدا لازم نعرف من اين تاتي الفيروسات الجديده. يمكن دلوقتي معظمنا قد سمع عن كوفيد 19 او فيروس كورونا المستجد، واللي عامل مشكله في العالم وبينتقل وينتشر بشكل كبير جدا، ويساعد على كده طبعا خطوط الطيران اللي بتنتقل في كل حته في العالم. فهو المرض قد ظهر في الصين، ولكن في مقاطعه ووهان الصينيه، ولكن زي ما شفنا في خلال فتره قصيره جدا انتقل لجميع انحاء العالم، واللي ساعد على زي ما قلنا شبكه خطوط الطيران اللي موجودة في العالم، فانتقل الناس من المصابة من مكان لمكان والفيروس اتنقل معاهم بالطبع. لكن عايزين نعرف من أين أتى الفيروس. في ثلاث احتمالات. احتمال الأولاني أن يكون قد أصنعه أحد الأشخاص، أو قد يكون في معامل الأسلحة البيولوجية قد تم تطويره، ده احتمال موجود، ولكن طبعا ليس هناك أي دليل على ذلك. احتمال ممكن ولكن ليس هناك دليل على ذلك، فعشان كده ما نقدرش ناخد هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني هو الاحتمال انه يكون في المعامل التي تطور الفيروسات ده، وهناك احد الفيروسات قد تم هروبه من المعمل، او يعني ما يحدث يعني بيسموه اسكيب، ان هذا الفيروس يعني عن طريق الخطأ تم تسربه من المعمل، وبالتالي عمل هذا الوباء الذي انتشر بشكل كبير جدا في العالم. ده احد الاحتمالات ايضا، ولكن ليس هناك دليل على هذا الاحتمال ايضا. ولكن الاحتمال الثالث وهو بيحدث بشكل تلقائي، هو انه حصل تطور في الطبيعه في لهذا الفيروس، حصل تطور بشكل طبيعي، وده حسب نظريه التطور لداروين ان ده بيحدث بشكل طبيعي في الكائنات جميعها، ان الفيروسات او يعني الكائنات بشكل عام ممكن يحدث فيها تطور بميكانيكيات معروفه للجميع، وبالتالي قد يكون هذا الفيروس الجديد هو احد نواتج هذا التطور. لما نيجي نشوف الميكروبات بشكل عام، هناك أنواع كثيرة جدا من الميكروبات. هذه الميكروبات طبعا بتسبب أضرار للإنسان، منها البكتيريا والفيروسات وغيرها. ولكن لما تيجي تشوف الفيروس هتلاقيه أصغر هذه الميكروبات، هتلاقيه من أصغر هذه الميكروبات، حيث أن مثلا لما أجي أقارن حجم الفيروس حجم البكتيريا، هلاقي ان البكتيريا الواحده ممكن تاخد المئات من الفيروسات، وبالتالي فالفيروس هو حجمه صغير جدا، وهناك اشكال كثيره جدا من الفيروس وتركيب الفيروس بشكل عام بانواعها المختلفه. من بيتكون من الماده الوراثيه اللي بتبقى موجوده، وهذه الماده الوراثيه مغلفه بما يسمى الغلاف، وهذا الغلاف قد يكون غلاف بروتيني او حتى من الليبيدات والدهون، وبالتالي فهذا الغلاف بيحيط بالمادة الوراثية سواء كانت RNA أو DNA. وطبعا الفيروسات في منها ما يصيب متخصصة جدا، فمنها ما يصيب النبات، وهي وهناك ما يصيب البكتيريا، وهناك ما يصيب الحيوان، وبالتالي كل نوع من أنواع الفيروسات متخصص بشكل دقيق جدا على الكائن أو العائل اللي هو بيصيبه. فهنبص نلاقي ان الفيروس اول حاجه بيعملها انه بيهجم على الخليه اللي هو متخصص انه يهجم عليها، ثم يحقن الماده الوراثيه بتاعته فيها، وثم بعد ذلك الماده الوراثيه دي بتبدا تندمج مع الماده الوراثيه بتاعه العائل او بتاعه الخليه اللي هو دخلها، وتسيطر عليها عشان تخليها تعمل آلاف النسخ من الفيروس، وبالتالي هو بيتكاثر عن طريق كده، انه بيخش الخلية ويسيطر عليها ويخليها تنتج يعني عدد كبير جدا من الفيروس. هنبص ده فيروس كورونا المستجد، ده شكله الموجود الطبيعي زي ما شايفين، انه شكله يعني مختلف تماما، او يعني شكله شبيه من فيروسات كورونا السابقه. وفي انواع من كورونا دي شفناها في الدجاج، وفي بتصيب طبعا الخنازير، وبتصيب برضو الانسان، وكانت بتصيب لما بتصيب الانسان بتسبب انواع من البرد او الانفلونزا، ولكن كانت حميده، يعني كان مش فيها خطوره زي فيروس كورونا الحديث اللي احنا اكتشفناه. طب ليه سموه كورونا؟ سموه كورونا عشان خاطر السبايكس، او بيسموها
اللي هي الزوائد الموجودة على السطح دي، هذه الزوائد البروتونية بتشبه الكراون يعني التاج، فعشان كده من كلمة كراون اللي هي التاج دي جت كلمة كورونا. وبالتالي هذه الفيروسات كلها بتتميز بوجود السبايكس دي او الزوائد اللي موجودة على سطح الفيروس، وده اللي السبب في تسميتها باسم فيروسات كورونا وهكذا. هذه السبايكس او هذه الزوائد زي ما شايفين عاملين زي القفل والمفتاح، بتيجي على سطح الخلية وتتعرف على المستقبلات اللي موجودة على سطح الخلية، وهذه الأول ما بتتعرف على المستقبلات اللي موجودة على سطح الخلية، الخلية بتسمح ليها إنها تخش طبعا، وبالتالي إنها بتحس إنها مش شيء غريب، وبالتالي هذا هو الشيء الجديد أو الخطير. يعني كان في الماضي لو هناك فيروس في الدواجن مثلا، وهذا الفيروس أصاب الإنسان، هذا الفيروس المتخصص في الدواجن المفروض انه مختلف، وبالتالي السبايكس او الاذرع اللي موجوده على سطحه مختلفه عن المستقبلات البشريه الموجوده في خلايا البشر، وبالتالي لن تستطيع هذا الفيروس اللي جاي من الدجاج مثلا انه يهجم الانسان. ولكن الخطير في فيروس كورونا انه بيخش يقدر يهاجم او حصل له تطور او تغير وبالتالي وتحور فيه بحيث انه يقدر يهجم ويخش فيه الخلايا البشرية. ولكن خلينا نشوف ده تفسير داروين لهذا الموضوع ايه. حسب نظرية التطور ان بيحصل تغيرات طبيعية، وبالتالي في المادة الوراثية نتيجة الطفرات، وكل ما بيحصل تكاثر للفيروس فممكن يحصل طفرات او بيسموها ميوتيشنز. هذه الطفرات تستطيع انها تغير، يعني ده بيحصل، هذه الطفرات بتحدث بشكل طبيعي. قد تحدث الطفرات نتيجة التكاثر، وفي أثناء عملية النسخ إن الفيروس بينسخ نفسه، هو بينسخ نفسه، بتحصل هذه الطفرات، فبالتالي بتعمل أشكال جديدة أو تغيرات في تركيب الفيروس. وممكن تحصل أيضا طفرات نتيجة كومباينيشن ما بين فيروسين مختلفين، وده برضو شفناه في حالات كثيرة، وده نتيجة إن يكون الفيروسين دخلوا نفس الخلية، يعني فيروسين مختلفين دخلوا، فيروس اتنين او تلاتة دخلوا نفس الخلية، هم يكونوا مختلفين اصلا، هذه الفيروسات مش نسخ من بعض، دخلوا نفس خلية واحدة، ممكن يحصل بينهم بنسميه ريكومباينيشن او تبادل وتوفيق، فبيطلع فيروس جديد. وهذا الفيروس الجديد طبعا ممكن يكون اللي طلع من الفيروس الاصلي، يعني لو عندنا فيروس اصلي في فيروس جديد، الميوتنت فيروس او الفيروس الطافر الجديد ده قد يكون غير جيد انه يصيب العائل وبالتالي بيتم التخلص منه، او قد يكون غير جيد انه يصيب العائل اللي هو فيه ولكنه له قدرة في اصابة عائل جديد، زي ما حصل في فيروس كورونا ان الفيروس تحول من الحيوانات ولكن عنده قدرة انه يصيب الانسان، وممكن زي ما شايفين قد تأتي مثلا من الطيور ثم يصيب الانسان وينجح في اصابة الانسان والتكاثر داخله. وهو ده اللي بيعمل مشكلة كبيرة جدا، ان تأتي مثل هذا الفيروس اللي هو كان حصل فيه طفرة داخل الحيوان ثم انتقل للإنسان واستطاع الدخول والهجوم على الخلايا البشرية، وان هو وكان يقدر انه يخش عن طريق المستقبلات انه يخترق الخلية ويسيطر عليها ويتكاثر داخلها بأريحية تامة جدا، وكأنه متخصص لإصابة الإنسان. وبالتالي وعلى فكرة ممكن يكون هذا الفيروس الجديد بعد كده غير قادر على إصابة الحيوان، يعني بعد ما تغير وبقى متخصص في الإنسان غير قادر على إصابة الحيوان مرة أخرى. وبالتالي هنا بقى بتحصل مشكلة، بتحصل لأنه ده بيعتبر بقى مرض جديد، وده المشكلة، وبيبقى جهاز المناعة مش عارفه، وبتبدأ ينتشر بشكل كبير جدا. دي بيسموها السبيل اوفر، سبيل اوفر ايفنت او عمليه الانتشار دي بتحصل من دي شرح ليها طبعا، انه ازاي بتحصل العمليه دي من انتقال من الحيوانات او جموعها الى الهيومن او للبشر. وبالتالي ودي عمليه بطيئه مش سريعه وبتاخد وقت كبير، ولكن مجرد انتشارها بتبقى مشكله كبيره جدا. عندنا عدة أمثلة حصلت خلال الفترة اللي فاتت أو السنوات القليلة الماضية، منها فيروس السارس، وده كان أحد برضو أنواع الكورونا فيروس اللي جاه من الخفافيش، يعني كان بيصيب الخفافيش،
ثم وبعدين اتنقل الى السيفتس، حيوان اسمه السيفتس، وثم بعد كده اتنقل الى الانسان، وبرضه بيعمل نفس المشاكل في الجهاز التنفسي، برضه من عائلة كورونا، وبرضه بيعمل التهاب رئوي حاد، وبيعمل مجموعة أمراض خطيرة جدا في الجهاز التنفسي. ده وكان عمل، وده كان في بداية في 2002 تقريبا، وابتدى ينتشر بشكل كبير جدا. في الميرز برضه ده من الكورونا فيروس، وبرضه اتنقل خفافيش إلى الجمال، ثم بعد ذلك من الجمال اتنقل إلى البشر، وده برضه عمل في 2012 مجموعة كبيرة من يعني أمراض، وناس ماتت كثيرة نتيجة فيروس الميرس، بس لكن تم السيطرة عليه بفضل الله. ثم ظهر عندنا بقى الكوفيد 19 اللي هو برضو أحد أنواع الكورونا فيروس. ولكن هل في فيروسات أخرى من حيوانات أخرى جت؟ آه طبعا، احنا عندنا الـ HIV. ما هو الـ HIV فيروس الإيدز ده برضو اتنقل من حيوان، ده يتوقع أو الناس أو العلماء يتوقعون أنه جاء من القرود، من الشمبانزي، انه انتقل من الشمبانزي الى البشر بعد المخالطه. برضو خد، عارفين انفلونزا الخنازير برضو عملت ازمه في العالم فتره، وانفلونزا الخنازير ايضا انتقلت من الخنازير الى الانسان، ويعتقد ان هذا انفلونزا الخنازير بالذات ده كان حصل نتيجه يعني في كومباينيشن او تداخل ما بينه وبين انفلونزا الطيور. ولكن انفلونزا الخنازير ايضا كان يعني وباء انتشر بشكل كبير جدا، وهو ايضا من الكورونا فيروس. في كمان سبانيش فلو، ده كان انتشر في 1918 ومات بسببه يعني الاف الناس بشكل كبير جدا، وكان وباء ضخم جدا في 1918، وده كان برضو انتشر او انتقل من الطيور الى البشر، وتسبب في جائحة كبيرة جدا. ولكن احنا النهاردة بنتكلم على الكوفيد 19 او الفيروس الجديد اللي احنا بنتكلم عليه، اللي احنا بنعتقد انه كان مصدره الباتس او الخفافيش، ثم اتنقل الى حيوانات تسمى البانجولين، وهذه الحيوانات بيستخدموها على مستوى العالم في ان يستخرجوا من حراشفها حاجات طبية وفي أشياء أخرى كثيرة. فبالتالي لما ابتدوا يفحصوا الفيروسات الكورونا اللي موجودة في البنجولين، لقوا إن نسبة 96% وأكثر متشابهة مع فيروس الكورونا الحالي اللي بيصيب البشر، فبيعتقدوا إن ممكن يكون ده سبب في عملية الانتشار، أو يكون هذا البنجولين كان سببه. ولكن ده زي ما قلنا لا يلغي إن نظرية إن يكون أحد الأشخاص أو حد تطور وتدخل لي زي ما قلنا انه غير من التركيب الوراثي للفيروس. ولكن زي ما قلنا مفيش دليل على ذلك، وبالذات ان الفيروس انتشر في جميع انحاء المعموره. ولكن النظريات التي قالها داروين بمنتهى البساطه لتطور الكائنات بتعطي مساحه لان اي نوع من انواع الكائنات يستطيع عن طريق الميوتيشن او الطفرات الطبيعيه انه يتغير، ثم بعد ذلك الانتخاب الطبيعي بيؤدي الى ظهور هذه الانواع الجديده. لما بنتكلم على البشر اللي بيختلطوا بالاف الحيوانات الاليفه، ملايين الحيوانات الاليفه اللي موجوده في العالم على طول معاهم، او حتى الحيوانات اللي بياكلوها بيختلط، وبالتالي بتعمل قدر كبير جدا من الاختلاط بين البشر وبين الحيوانات، وبالتالي فرصه حدوث انتقال فيروسات من الحيوان الى الانسان فرصه كبيره جدا. ثم بعد ذلك خطوط وشبكات الطيران على مستوى العالم تستطيع بمنتهى البساطة إنها تنقل الفيروسات من في أنحاء الكرة الأرضية من جهة إلى منطقة أخرى جدا في وقت بسيط جدا. ولكن طبعا بفضل الله تعالى إن إحنا لدينا في العالم منظمات بتشتغل برضو على شك بشكل جلوبالي أو بشكل متكامل في أنحاء العالم. وهذه المنظمات زي منظمة الصحة العالمية WHO ومنظمات أخرى قدرت انها تسيطر على كثير من الامراض قبل كده، زي امراض السارس وغيرها والايبولا وفيروسات كثيرة جدا قدرنا ان احنا نسيطر عليها عن طريق التعاون الدولي. يعني كل هذه المنظمات العالمية
نتيجة إنها موجودة على مستوى العالم ومنتشرة في جميع أنحاء المعمورة، بتعمل تعاون، تستطيع أن تخلق نوع من أنواع التعاون بين الكرة الأرضية في مواجهة فيروس أو مرض معين، وبالتالي تؤهلنا أو تساعدنا على التخلص من الفيروسات بشكل كبير جدا. وبالتالي نقدر نقول إن بالفعل نظرية داروين هي نظرية في عملية تطور الكائنات دي، ده التفسير المنطقي الطبيعي لظهور فيروسات جديدة، وإن منظمة الصحة العالمية بتبذل مجهود كبير جدا عالمي للقضاء على مثل هذه الفيروسات. وتقدروا إن أنتوا تخشوا على الموقع بتاعها WHO.INT عشان تعرفوا مزيد من المعلومات عن هذه المنظمة وعن التعليمات الجديدة لمكافحة الفيروس. بنشكر ستيتد كليرلي وجون بيري على هذا الفيديو وكل اللي ساهموا معاه لإنتاج هذا الفيديو المبسط اللي قادر يشرح فيروس كورونا بشكل كويس جدا. نتمنى بإذن الله تعالى إن إحنا نكمل معاكم مجموعة حلقات جديدة، في بحيث إن إحنا نعمل توعية أكثر بهذا الفيروس وأصله الوراثي وكيفية ظهوره وكيفية ظهور مثل هذه الفيروسات. وبإذن الله تعالى إلى حلقات قادمة، ونسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.